أحبائي، إن كان بودي زيارة أي مكان في العالم فهناك ثلاث عواصم أحب أن أزورها وأود زيارتها: أورشليم القديمة، بابل عاصمة نبوخذ نصر، وأورشليم السماوية. أورشليم عاصمة الملك داود والملك سليمان، مدينة السلام أو أساس السلام. تلك المدينة التي بنيت على 5 تلال وأشجار الزيتون التي تحيط بها، أوراقها حيث سار الرب يسوع، هيكلها الذي بناه أعظم الملوك سليمان. بابل العظيمة عاصمة الملك نبوخذ نصر، تلك العاصمة الفاتنة الجمال، عاصمة الحضارة البابلية، جناتها المعلقة، طرقها المعبدة حيث سار دانيال، أسوارها العالية ومساحاتها الشاسعة. ولكن ويا للأسف، لم يبقى من هاتين المدينتين إلا الأنقاض بعد الخراب الذي قد حل بهما. لكن أورشليم السماوية تلك العاصمة التي لا تنقرض، وملكها وملكها لا يترك للشعب آخر. هذه هي حلمي وحلمكم أيضا أحبائي، هذه حلمي حيث أود أن أعيش إلى الأبد، وأتمنى أن يكون حلمكم لكي ما تعيشوا هناك إلى الأبد في أورشليم السماوية. أورشليم القديمة جاءها الخراب بسبب شعبها الذي كان بعيدا عن الله، ذلك الشعب المتمرد على الله الذي حفظه لسنوات طوال، الذي سار فيه بالبرية 40 سنة متتالية. كان ذلك الشعب أنانيا دون مبادئ، فقد تركوا مبادئ إلههم، فجاءتهم مصائب وجاءهم الخراب لأنهم تركوا مبادئ ووصايا شريعة إلههم. نسوا مبادئ إلههم النقية وتشبثوا بالقشور، وهذا ما جلب الويل والدمار والعار على هذه الأمة وعلى هذا الشعب. فيقول الكتاب المقدس: البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية. فمن أجل ذلك جاء خراب المدينة بالسيف والنار، واقتيد الشعب إلى السبي. نستطيع أن نتقابل مع مجموعة من هؤلاء الناس، حيث أنهم يعيشون على ضفاف أنهار بابل، جالسون على تلك الضفاف عاصمة الملك نبوخذ نصر. فهذا المزمور حقيقة يصف المرثاء الشديدة بين عامة الشعب الذين عرفوا معنى مرارة السبي والحرمان والتعب والفرقة عن أحبائهم في أرض السبي. تعرضوا لضغوطات كبيرة في السبي، تعرضوا لهموم الحياة في السبي، تعرضوا لصعوبات كثيرة، تعب وحرمان وأسى وشقاء وحزن ومرض وبكاء وعويل وموت. لكن كان هناك حزن واحد، كان هناك أسى واحدا ظهر كأنه لا يطاق، لا يحتمل. ذلك الأسف كان على فقدان مدينتهم المحبوبة، ذلك الأسف كان على فقدان موطنهم الحبيب على قلوبهم. لقد تذكروا أعيادهم، تذكروا أفراحهم، تذكروا عزهم، تذكروا وطنهم. وكم كانت تبدو مدينتهم جميلة في أعيادهم، والجموع تأتي إلى هذه المدينة من كل صوب وناحية. تذكروا أمسياتهم مع من يحبون، تذكروا حريتهم المسروقة،
ويا لها من ذكريات جميلة تبكي العين والقلب معا، لا بل أنها تجلب الأسى، تجلب الحزن للقلب السقيم. وبين كل هذه الأحداث يأتونهم من سبوهم بسؤال فيسألونهم كما في قراءتنا العدد الثالث، فيقول: لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة، ومعذبون سألونا فرحا قائلين رنموا لنا، وكأن بهم يقولون لهم رنموا لنا بجلال وفخامة إلهكم وبحمايته لكم. فماذا كان فعل أو رد فعل ذلك الشعب؟ لقد كان رد فعلهم كما يقول الكتاب المقدس في العدد الرابع من المزمور 137: كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ وفي العدد الثاني يقول: على الصفصاف في وسطها علقنا أعوادنا. الحقيقة كان أسى كبير في قلب الله عندما يرى شعبه يعلق أعوادهم على الصفصاف بدلا من أن يترنموا في الأرض الغريبة. كان قرارهم هذا لأن يعلقوا أعوادهم على الصفصاف صامتين كان خطأ كبيرا وفادحا. رفضوا الغناء لأنهم تذكروا خراب مدينتهم الحبيبة، تذكروا موت أحباء لهم أيضا، ففي رفضهم هذا وجدوا بأنهم يكرمون مدينتهم وممتهم، ولكن في الحقيقة بأنهم فقدوا واحدة من أهم الفرص للشهادة عن مخلصهم وفديهم. ففي غنائهم كان باستطاعتهم أن يعبروا عن إقرارهم بفضل الله عليهم. ألا يتحدانا الكتاب المقدس على لسان الرسول بولس في رسالة إلى تسالونيكي الأولى والإصحاح الخامس والعدد الثامن عشر، فيقول: أشكروا في كل شيء لأن هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. أو كما قال أيوب النبي أيوب: الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل. كان باستطاعتهم أن يروا من سبوهم بأن محضر الله لا يتحدد بالمواقع الجغرافية، وبأنه كما قال الرسول بولس في رومية الإصحاح الثامن والعدد الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين: فإنني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. ولكنهم بدلا من ذلك قرروا أن يعلقوا أعوادهم لأن يبلعوا ألمهم ويكبحوا سلامهم. لم يرنموا ترنيمة الفرح، فعاث في نفوسهم الأسى والندم والحزن والقنوط، تفشى في أرواحهم العوز للسلام والشعور بالوحدة، طغى على حياتهم اليأس وعدم الرضا، فجالوا والدموع تملأ عيونهم والأسى قلوبهم والوحدة تملأ حياتهم. لكن هذا التحدي أحبائي لأن نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة ليس بجديد، فكل منا يواجه هذا التحدي الكبير في حياته. فالبعض يواجهون ورطة كيف يجلبون روحانياتهم إلى مكان العمل دون أن يظهروا متحمسين فوق الطبيعة، والبعض يجد صعوبة في الترنم وفي الترنيم بأن يبقى متفائلا في عندما يواجه الفشل، يواجه العقبات، يواجه النكسات، يواجه الخسارة وسوء الطالع.
والبعض يبدون في مزاج غريب وكأن حياتهم مملوءة بالتشاؤم، والبعض يسمح للخطية لأن تسرق فرحهم رافضين الاعتراف بها أو تركها، وبدلا من ذلك يستسلمون لضعفهم وقنوطهم ويأسهم ويعلقون أعوادهم على الصفصف ولا يرنمون ترنيمة الرب في أرض غريبة. في الحقيقة ليس من الغريب أن نشعر بالغربة على أرضنا، فعندما يسجن 1,000,000 شخص كل سنة ألا نتذكر بأننا غرباء على هذه البسيطة؟ ألا يبدو بأننا بأرض الغربة؟ عندما نسمع عن أسلحة في المدارس وأن أبناءنا يقتلون معلميهم وأصدقائهم في المدارس، ألا نشعر بأننا في أرض الغربة؟ عندما نعلم بأن ألعاب أطفالنا مليئة بالأسلحة والقتل، ألا نشعر في أرض الغربة؟ عندما نرى ما يحدث حولنا في هذا العالم من حروب وأخبار حروب ونزاعات في هذا العالم، أقول بأننا نعيش زمان غربتنا، فهذا العالم ليس عالمنا، فنحن نعيش أيام غربتنا على هذه الأرض. فما أجمل ما قاله الرسول في رسالته إلى أهل العبرانيين الإصحاح 11 والعدد 13، يقول: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض. وهو الرسول بطرس يخاطبنا قائلا: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. كان على شعب الله قديما وكان علينا نحن اليوم أن نرنم ترنيمة الرب ونحن نعيش في أرض الغربة. لقد بدا الله لشعبه قديما وهم على ضفاف أنهار بابل، بدا الله بعيدا عنهم لا يسأل، وكأنه تركهم يواجهون ذلك الموقف لوحدهم. ولكن أحبائي، غرابة ظروفنا لا تسمح لنا لأن نعلق أعوادنا على الصفصف. فالسيد المسيح له المجد قد ترك لنا مثالا لأن نترنم ونحن تحت أمطار الألم والعذاب والمعاناة، لا بل أن نترنم ونحن في مواجهة الألم. نستطيع أحبائي أن نرفض تعليق أعوادنا، أن نرفض تعليق موسيقانا، ترانيمنا، فرحنا، قياثرنا، طبولنا، إذا قمنا بتطبيق 3 أمور بسيطة. أولها أن نرفض استخدام الظروف الصعبة كعذر، فعندما نتصرف وكأن تجربتنا فريدة من نوعها وكأن أحدا لم يصب مثل ذلك من قبل، فهذا أمر خاطئ. فرسول بولس يقول بأن التجربة التي نجابهها هي مشتركة بين عامة الناس، ويقول أيضا بأن الله سيجعل مع هذه التجربة المنفذة أيضا. فعندما نتصرف وكان تجربتنا فريدة من نوعها وأن أحدا لم يصب بمثل هذه التجربة من قبل، فنحن نأتي بأعذار لأنفسنا حتى لا نواجه ونعلق أعوادنا على الصفصف.
فهناك من سافروا معنا في أراضي الفشل والحرمان والأسى والحزن، هناك من سافروا معنا في أرض الموت في أرض الشقاء، والعديد من هؤلاء القديسين تعلموا الغناء بالرغم من كل المعاناة في أرض العناء الغريبة. ولذلك فنحن بدون عذر أيها الأحباء عندما ننظر إلى أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس، دعونا ننظر إلى أيوب وإيليا وموسى ويوسف، دعونا ننظر إلى أرمياء وداود ودانيال وغيرهم الكثير، ألا نتعلم أننا بلا عذر لأن نعلق أعوادنا على الصفصاف ولا نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. وتروى قصة بأن هناك قس ذهب لزيارة أحد أعضاء كنيسته في المستشفى وقد بترت ساقها، فكان لا يعلم ماذا سيقول لهذه السيدة، ولكن عندما دخل إلى تلك الغرفة قالت له تلك السيدة: يا قس نشكر الرب بأنهم قد بتروا ساقي، كان يمكن أن تكون الأمور أسوأ من ذلك. والحقيقة بأن هذه السيدة قد تعلمت أن ترنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. فهل أنت سترنم ترنيمة الرب في أرض غريبة بالرغم من كل الظروف ولا تعطي أعذارا لذلك؟ ألا تتذكرون دانيال ورفاقه الثلاث كيف أنهم رفضوا لأن يتنجسوا من أطيب الملك ولا بخمر مشروبه؟ نعم لقد رفضوا أن يعطوا أعذارا في الأرض الغريبة، لقد جعلوا قلوبهم ألا يتنجسوا بأطيب الملك ولا بخمر مشروبه، لقد أقروا ألا ينحرفوا عن النزاهة والصرامة، ولقد رفضوا أن يسجدوا عندما سمعوا الموسيقى، رفضوا أن يبكوا، رفضوا أن ينوحوا، رفضوا أن يعلقوا أعوادهم على الصفصف. بل عوضا عن ذلك سمعوا موسيقى أخرى، سمعوا الموسيقى السماوية التي منحتهم القوة ليعيشوا بكرامة بنزاهة بفرح بقوة على أرض الغربة هذه. جاء صديق لسقراط في يوم ما ليحثه من الاستفادة من الفرصة لكي لا يموت، لكن سقراط أكد بأنه أهم شيء في هذه الحياة هو ليس أن تعيش، لكن أن تعيش حسنا، وأن تعيش حسنا يعني أن تعيش بكرامة وبالحق. ونحن أيها الأحباء مدعوون لأن نعيش بكرامة، نحن مدعوون لأن نعيش بالحق ونرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. ثانيا علينا أن نتبع مثال السيد المسيح له المجد في الغناء. فالسيد المسيح كان غريبا على هذه الأرض، فقد ترك ترانيم الكروبيم وغناء السرافيم برحلة إلى هذا الكوكب بمرسلية خلاص. لاحظوا ما يقول عنه أشعياء النبي في أشعياء الإصحاح 53:3، دعونا نقرأ هذه الآيات معا. يقول أشعياء النبي عن السيد المسيح في هذه الأعداد: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، ومستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. لمرة واحدة يذكر الكتاب المقدس بأن السيد المسيح قد غنى قد ترنم، لكن متى كانت تلك المرة الوحيدة التي ترنم بها السيد المسيح؟ لقد ترنم في الليلة التي كان سيخان بها، لقد ترنم بعد أن غسل أرجل تلاميذه، لقد ترنم وظلال الصليب قد بدت تعترض طريقه، لقد ترنم وهو يعرف بأن بطرس سينكره، لقد ترنم عندما كان يهوذا يسرع لخيانته، لقد ترنم وهو يعرف أن تلاميذه سيتركونه ويلذون بالفرار، لقد ترنم الرب يسوع في نهاية عشائه الأخير.
لقد ترنم الرب يسوع في طريقه إلى الكرب، إلى سكرات الموت في جتسماني، على تلة تدعى الجلجثة، وهو المسمى موضع الجمجماء. لقد ترنم الرب يسوع وهو عالم أن عالمه الخارجي قد بدأ بالانهيار. فإن كان السيد المسيح يستطيع أن يغني في أرض الشقاء، فلا عذر لنا أيها الأحباء. لقد ترك لنا مثالا لكي ما نتبع خطواته. فهل ستتبع خطوات السيد المسيح وترنم في أرض الشقاء وأرض الغربة هذه؟ ثالثا، علينا أن نسمح للتسبيح أن يجلب الخلاص والنجاة لحياتنا. فنحن حقيقة نربك العدو، نربك عدو النفوس، نربك الشيطان عندما نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة، لأن إلهنا يعيش بين التسبيحات. فالعدو يتوقع منا عندما تهاجمنا تجارب الحياة، يتوقع أن نتذمر ونشتاط غيظا، ولكن الحمد والتسبيح يجلب حضور الله، فهو القدوس الجالس بين التسبيحات. فرفضنا للاستسلام أحبائي واليأس يجلب لنا قوة وإمداد من الله. ويذكر لنا كتاب سفر الأعمال الإصحاح 16 قصة اختبار بولس وسيلة. فقد سجنا ظلما بدون محاكمة، ضربا بالعصي دون رحمة ضربات كثيرة، ألقيا بالسجن حتى بدون المقدرة بالدفاع عن النفس. لقد أقاما في عالم ظالم غريب بدون رحمة، ولكن بالرغم من كل اليأس، بالرغم من كل ما جرى لهما، لم يستسلما ويندبا ظروفهما وحظهما البائس. لكن الكتاب يقول بأنهما بدأ يسبحان ويرنمان الله وهم في السجن، وكان المساجين يسمعونهما. غناؤهما غناء بطرس وسيلة المفرح والمبهج أثر حتى في السماء، حتى أن الأرض تزلزلت وتزعزعت أساسات السجن وانفكت قيودهما. لماذا حصل كل هذا أحبائي؟ لأن الغناء، لأن الترنم، لأن التسبيح يجلب الخلاص والنجاة لك ولي. فحياتنا محاطة بالمخاطر، حياتنا محاطة بالكد والمكايد، محاطة بالأشراك والشرور، ولكن علينا أن نرفض الاستسلام واليأس وتعليق أعوادنا على الصفصاف. فمخلصنا وعد أن يكون معنا حتى في الأرض الغريبة. فاسمحوا يقول لك: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، لأني لا أهملك ولا أتركك. السيد المسيح يعدك بأنه هناك في صفك حتى في أرض الغربة. فلا يجب أن تعلق عودك، تعلق موسيقاك، تعلق ترانيمك، تعلق قياثرك وطبولك على الصفصاف، بل أن تترنم ترنيمة الرب في أرض غريبة. لقد وعد أن يحفظنا من السقوط، وعدنا أن يملأ كل احتياجاتنا بحسب غناه في المجد، كما أنه وعدك بأنه ذهب للسماء ليعد لك مكانا. يا لها من وعود، ويا له من إله جبار محب، أعطاك كل المجد والكرامة، أعطاك كل ما تحتاج في حياتك حتى وأنت تعيش في أرض الغربة، أرض الشقاء. عليك أن تترنم ترنيمة الرب على هذه الأرض. دعونا نصلي ونعلن بأننا نريد أن نكون وأن نرنم ترنيمة الرب في أرض الشقاء هذه. ليت الله يبارككم ويرعاكم ويحفظكم، وتبقوا ترنمون ترنيمته في أرض الشقاء، ولا تعلقوا أعوادكم ولا تستسلموا على هذه الأرض، بل أن نترنم ترنيمة الرب دائما.
آمين.